أدق آية. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون بربكم. هذه الآيات ألا تلقي في النفس الأمن؟ أنت من؟ أنت مؤمن لك على الله حقوق، أنت مؤمن الله يحفظك، الله يدافع عنك، الله يعينك، الله ينصرك، الله يؤيدك. هذه المعاني إذا عرفها الأب والأم في سهرة أثناء الطعام في نزهة، يا بني أنت إذا أطعت الله حماك من كل سوء، أنت إذا أطعت الله متعك بالصحة، أنت إذا أطعت الله ألقى محبتك في قلوب الخلق، أنت إذا أطعت الله أربط له الطاعة بالأمن، أربط له الطاعة بالثقة بالله عز وجل، أربط له الطاعة بالحفظ، أربط له الطاعة بالتأييد بالنصر. بقابل النصر الخوف والفزع والتشاؤم والسوداوية والإحباط والارتباك والسأل والضجر وكل أصابع مؤمنة جدا. لذلك أيها الإخوة، شيء مؤلم جدا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الحقيقة في عندنا آية دقيقة جدا، أنا أجعلها منهج لكل شاب. قال تعالى: دقق، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا هذه الحياة الطيبة فوق الظروف، فوق المعطيات، فوق الظروف الدولية الصعبة، فوق التهديدات، فوق الفقر، فوق نقص المواد، فوق انعدام فرص العمل، فوق غلاء البيوت، إله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله أيها الأخوة، والله الذي لا إله إلا هو، يكفي أن تقرأ القرآن كل يوم حتى يلقي الله في قلبك أمنا لا يزعزعه تهديدات أهل الأرض. مؤمن تعبير الدارج غالي على أمه. أيها الإخوة، الآية هذه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كل أستاذ قديما توفي رحمه الله، من عادته إن رأى شاب مستقيم يؤدي الصلوات يغض بصره يضبط لسانه يبر والديه يقول له: لا تخاف لا تخاف، الله مهيئ لك زواج ناجح إن شاء الله، وسكن مريح، ودخل جيد، غالي على أمه. والله مرة واحد ضيفته قطعة جاتو، عمره 90 سنة، قطع أول لقمة وقبل أن يأكلها قال: سبحان من قسم لنا هذا ولا ينسى من فضله أحد. والله يا أخوان، أتمنى كل شاب يتفاعل مع الدعاء ولا ينسى من فضله أحد، ما حينساك، أنت عليك أن تطيعه. دقق في هالآية: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين سوف تأتيك الخيرات من كل جانب. والدليل: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أنت مهمتك أن تعبد الله، بهيئنا مكان معين
دخل معين، زوجة معينة، بيت معين. هي المعاني. أنا الحقيقة حينما أردت أن أعالج موضوع الخوف عند الصغار أردت أن أنتزع الخوف من الكبار، وجدت لا بد من أن أنتزع الخوف من الأهل. الأب مقطوع قلبه، أب خايف، الأم كذلك. هذا الخوف بسبب الشرك الخفي، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشرك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن سيحيينه حياة طيبة. أخواننا الكرام، المؤمن متفائل. بتقول لي ظروف صعبة، تهديدات، ارتفاع أسعار، نقص موارد، شحب المياه، حصار، تهديد، حروب، حروب أهلية. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أنا بضرب مثلاً، وكل مثل وحده كافي. يعني في مصائب كثيرة، المصائب لا تعد ولا تحصى، هي سبب الخوف. واسمعوا هذه القاعدة: توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. توقع المصيبة هو في حد ذاته مصيبة أكبر منها. واحد انطلق بمركبته من دمشق إلى حمص، العجل الاحتياط فاسدة، بيقضيها الساعتين بقلق شديد، لو صار معه فساد عجلة برق. إذا هو وصل لحمص سالم بس فقد الأمن. لو كان ابنه أصلح العجلة وما بلغ، ما في عنده أسباب القلق بس عاش بقلق. دقيقة الفكرة، راكب مركبته متوهم إنه العجلة الاحتياط غير صحيح، لكن انطلق الساعة 5 صباحا، المحلات كلها مغلقة، بيقضي ساعتين بقلق شديد وإنه إحدى العجلات أصاب خلل. حالة ثانية، لو واحد انطلق إلى حمص وعنده وهم إنه العجلة الاحتياط جيد، هي بالحقيقة لم تكن جيدة، تمتع بنعمة الأمن من دون أسباب موجبة. الأمن حالة بالنفس، قد تكون فقير عندك أمن، واحد عنده ملايين مملية بخير. لذلك احفظوا هذه الآية: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في لقطة بسيطة، أحد الصحابة الكرام قيل له: احترق محلك، أم قال: ما كان الله ليفعل. أنه واسع يؤدي زكاة، احترق محلك، قال له: ما كان الله ليفعل. فلما ذهب إلى المحل وجد قد احترق محل جاره. أنت كمؤمن عندك يقين أن هناك مصائب كبيرة جداً، أنت معافى منها، معافى منها. في لقطة من السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي دواء ذات الجنب قبل أن يتوفاه، فغضب، قال: ذلك مرض ما كان الله ليصيبني به، ذلك مرض ما كان الله ليصيبني به. الملخص أنك إذا كنت مع الله ألقى الله في قلبك الأمن. إذا الأب واسع من عطاء الله، واسع من حفظ الله، واسع من الطاعة لها ثمار يامعة نفسية، واسع من الاستقامة تنعكس شعور بالأمن. الآن الأب تمتع بالأمن، ممكن أن يقنع ابنه الصغير أنه لا تقلق، كن مع الله ولا تقلق، إذا كان الله معك فمن عليك. تغرس بنفس ابنك الأمن، لا تقلق، الله عز وجل موجود. فالمثل الصارخ: أكبر مصيبة لا ترقى إلى مستوى
أن تجد نفسك فجأة في بطن حوت. الحوت وجدته المعتدلة بين الوجدتين بعصرين 4 طن. فالإنسان وزنه 80 كيلو، لقمة واحدة. حوت وزنه 150 طن، في 50 طن عظم، 50 طن لحم، 50 طن دم، ويستخرج منه 90 برميل زيت. وجبته المعتدلة 4 طن، يرضع وليده 300 كيلو كالرضعة، 3 رضعات طن حليب يوميا. نبي كريم وجد نفسه بطل. هل هناك من مصيبة أشد من هذه المصيبة؟ الأمل صفر. هو في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر، في ظلمات ثلاث. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. في كل زمان، في كل مكان، في كل عصر، في كل مصر، في كل ظرف، في كل بيئة، في بلاد الشرق وفي بلاد الغرب، وتحت البحر وفوق البحر، يعني واحد راكب طائرة تطير فوق جبال الألب تنفجر. شوف الحكمة، إن شطرت عند مقعده. هو ارتكب مخالفة، لم يضع حزام الأمان، فوقع للطائرة، وقع من 40,000 قدم، نزل فوق غابة من غابات جبال الألب، فوق الشجر في 5 أمتار ثلج، والأغصان ماصل الصدمة، نزل واقف. وإذا العناية لاحظت كجفونها، نم، فالمخاوف كلهن أمان. والله أيها الأخوة، في حالات إنقاذ إلهي العقل لا يصدقه. إذا الله حفظك يحفظك من كل مكروه. درسنا اليوم مرض الخوف الذي يصيب الصغار، والصغار لسوء تربية الصغار، موضوع البعبوع، موضوع الغول، إجا الحرامي ياكلك، هي كلها موضوعات ما لها معنى إطلاقا، هي بتسبب خوف. أنا قلت قبل أن أعالج الخوف عند الصغار سأعالجه عند الكبار. الأب يخاف، أما إذا عرف الله وأدى ما عليه ألقى الله في قلبه الأمن. في مصائب، في مصائب واحدة، مصائب مدمرة، لأنه يمشي وفق منهج الله، هو بعيد عن هذه المصائب. أيها الإخوة، الآية واحدة. الآن المعيشة الضنك معيشة الخوف والقلق. أنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. بالمناسبة، ما الفرق بين الأمن والسلامة؟ السلامة عدم حصول خطر، أما الأمن عدم توقع الخطر. المؤمن يتمتع بالسلامة، وفوق السلامة الأمن. فأنت المعاني الدقيقة التي تعرفها عن الله إذا بسطتها لأولادك، الطفل يثق بالله بالزوجة، فبدفع صدقة. والله أيها الإخوة، أشهد الله، ما في أخ من إخواني استرضى الله بصدقة وخير الله غني. الله يستر، صدقة السر تطفئ غضب الله. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. كمان عود أنه يدفع صدقة من دخله المحدود، هذه الصدقة يأخذها الله بيمينه ويحفظه بها. يعني أنا أتمنى الطفل أربطه بالله عز وجل، خليه يخاف منه، خليه يتقرب منه، خليه يطمع بعفوه، يطمع بحبه، دين أنت تحس بالله معه.
هو وليا بدافع عنك، بوفقك، بيدعمك، بأيدك، بينصرك، بيحفظك، بيرزقك. أب قال له لأبنه خذ هذه 100 ليرة وادفعها لفلان، قصدك. قال له الله عز وجل يجازي على الصدقة 10 أمثال. طفل صغير 10 أمثال، أخذ 100 ليرة دفع على الفقير. قال له وين 1000 بابا؟ قال له أنه 1000. قال له دفع على 100. قال له 10. قال له 100 تبعي مو تبعك. طفل صغير قال له أبو صدق 10 أمثال. يقسم بالله الأب ماشي مع ابنه التقى بصديق، فالتفت ناحية الصغير أحبه، قبلوا عطاء 1000 ليرة. إله عظيم أراد أن يشجع هذا الصغير. أبوه قال له صدق 10 أمثال. قصة مؤثرة جدا. الله عز وجل لما الطفل سأل والده ويبعث الله ما خير ظلمه، فأنت بدك تربط ابنك بالله عز وجل، إنه الله بيحفظ، الله بيوفق، الله بيعطي، ما عاد يخاف من تهديد، ما عاد يخاف من وعيد، ما عاد يخاف من طريق الواحد عمله كريم، أدده رفيق كبير بالسن قوي، يبدو أنه استفزه بالمدرسة أنه هلا ترجيك، يحس الطفل بالأمن. أنا بتمنى مشاعر الكبار إيمانية يلي أن تعطيك حالة الأمن تبسها بالسن. خلي ابنك ما يخاف من الظلام، ما يخاف من الليل، ما يخاف يكون وحده بالبيت، ما يخاف من كلام ما له معنى اطلاقا، ساعة بعبه وساعة. فالأمهات الجاهلات يرتكبن حماقات لا تنتهي، ينشأ عند الابن عقدة خوف ترافقه طول حياته. أيها الإخوة، الآن إذا الله عز وجل قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، في عنا أحد أكبر أسباب الخوف الإعراض عن ذكر الله. والله أيها الإخوة، الذي أعلمه أن قلق الناس على صحتهم يفوق حد الخوف. في خوف، يقول لك كل 7 نساء التامة مع سرطان ثدي. الفكرة هي بينخلع لها قلب المرء، دائما في قلق. أما إذا واحد، إذا امرأة محجبة مستقيمة صائمة مصلية مطيعة لزوجها ترعى أولادها، أنا ثقة بالله عز وجل إن الله يحفظها من هذا المرض. الله عز وجل حيي كريم يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. لذلك لازم نناجي الله عز وجل، نطلب منه، نعتذر أحيانا، نستغفر، نتوب، نعاهده، افتح خط ساخن مع الله. تلاقي في مؤمن بيشبه هاتف ما في ونة، جيد وغالي بس ما في فن. وفي مؤمن آخر الهاتف متواضع جدا بس في خط يرفع السماعة في ونة. لازم يكون لك خط ساخن مع الله، تحدث خط ساخن مع الله بالدعاء، بالاستغفار، بالمناجاة، بتلاوة القرآن. أتحب أن يحدثك الله عز وجل؟ اقرأ القرآن. أتحب أن تحدث الله؟ ادعوه، ناجي، تحدثه بالدعاء ويحدثك بتلاوة القرآن. يعني جوهر الدين هذا الاتصال بالله عز وجل. ما دمت متصلا به ألقى في قلبك الأمن. فلذلك مرة أخيرة الله عز وجل يلقي في قلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد الله. وآخر شيء وأدق شيء، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
والحمد لله رب العالمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ذكر الله عز وجل في هذه الآية ثمرتين من ثمار الاستقامة: ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقد يخاف الناس وقد ينخلع قلب الناس بخطر داهم، وقد يقلقون وقد يقهرون، أما ربنا سبحانه وتعالى يصف هؤلاء المستقيمين بأنهم يتمتعون بشيئين: ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا مما هو آت، ولا تحزنوا على ما فات. وهل من شعور يدمر السعادة الإنسانية كالخوف أو كالندم؟ إن من أمض المشاعر ومن أشدها إيلاما أن تندم على شيء فات وأن تقلق للمستقبل. ومن دون أن تستقيم القلق والندم صفتان ملازمتان للمنحرفين، دائما يندم على ما فات ودائما يقلق لما هو آت. فالمستقيم كما وعد الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أما قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني تكونت قناعاتهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، وهو الرب وحده. يجب أن تؤمن بأن الله هو الخالق، وأنه لا خالق سواه، وأنه هو الرب، وأنه لا رب سواه، وأنه هو المسير، وأنه لا مسير سواه. عبر علماء التوحيد عن هذه الحقائق بقولهم: وحدة الخلق، وحدة الربوبية، وحدة الألوهية. الآية الثانية في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الذي أتمناه على إخوتي الكرام أن ينزعوا من أذهانهم هذا المفهوم الخاطئ، المفهوم الساذج. كلما طالبتهم بالاستقامة يقول لك أحدهم: أخي أنا مالي نبي. ومن قال لك إن الاستقامة خاصة بالأنبياء؟ من قال لك ذلك؟ إليك الدليل القطعي في ثبوته.